لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال الكوتليت. ها انتما كيما كتشوفوا الكوتليت ديال الوجه اللي غندير، ها انتما. طريقه سهله وبسيطه باش توجدوها وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت كيما كتشوفوا، ها انتما. وعندي هنا شويه الملح وشويه الابزار اللي غنحتاج، ها انتما. طريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معي الفيديو باش تعرفوا الطريقة. هنا هزيت المقلة ديالي درتها فوق العافية، ودابا غادي نبدا ندير في الكوتليت ديالي كما كتشوفوا. وما غاديش نحتاج لا زيت لا ماء، غادي تطيب غير في الشحمة اللي غادي تدوب في الكوتليت ديالنا كما كتشوفوا. وغادي ندير الكوتليت ديالنا كاملة بحال هكا في المقلة كما كتشوفوا. سهله وبسيطه، وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت كما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه، سهله وبسيطه. ها انتما تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا الطريقه. كتشوفوا دابا الكوتليت ديالنا تحمرات، ها انتما كما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقة، وبسلام عليكم.
Thank you.